مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. هذه نشرتنا الجوية للملاحة البحرية الخاصة بيوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، والتي نستهلها بإعلام برياح قوية ساري المفعول لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس، حيث تهب الريح من القطاع الغربي بقوة 7 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي بقوة 1000 هكتو باسكال متمركز على غرب حوض البحر الأبيض، تيار قوي من القطاع الغربي. توقعاتنا لما بعد الظهر بشمال تونس طقس أحيانا كثيف الصحب مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية، الريح غربية من 20 إلى 30 عقدة تتجاوز مؤقتا 35 مع ظهور الصحب الرعدية والبحر شديد الاضطراب. بشرق تونس صحب عابرة مع ريح جنوبية غربية شمالية غربية 15-20 تصل مؤقتا إلى 25 عقدة والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. بخليج قابس صحب عابرة مع ريح غربية جنوبية غربية من 20 إلى 25 عقدة والبحر مضطرب. بالنسبة للرؤية هذا اليوم تتراوح من ميلين إلى 5 أميال بشمال تونس ومن ميلين إلى 6 أميال بشرق تونس وخليج قابس. هذه الليلة إن شاء الله طقس أحيانا كثيف الصحب مع أمطار متفرقة بشمال تونس وسحب عابرة على بقية مجالاتنا. الريح بشمال تونس غربية شمالية غربية 25 إلى 30 تصل مؤقتا إلى 35 عقدة والبحر شديد الاضطراب. بشرق تونس ريح غربية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة والبحر مضطرب فشديد الاضطراب. وبخليج قابس ريح شمالية غربية شمالية شرقية بين 15 و25 عقدة تتقلص آخر الليل تكون بين 10 و20 عقدة، البحر مضطرب فقليل الاضطراب. بالنسبة للرؤية هذه الليلة تنخفض من 5 أميال إلى ميلين بشمال وشرق تونس ومن 6 أميال إلى ميلين على خليج قابس. يوم الغد إن شاء الله سحب عابرة مع ريح من القطاع الغربي بشمال تونس تكون بين 25 و30 عقدة، وبخليج الحمامات بين 20 و25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر شديد الاضطراب بشمال تونس وشديد الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات. أما الرؤية فتتراوح من ميلين إلى 6 أميال. بمنطقة الشابة ريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح غربية جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بالنسبة للرؤية تتراوح من ميلين إلى 6 أميال. نمر لحركتي المد والجزر بميناء صفاقس متر و37 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و31 دقيقة و72 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و45 دقيقة. ميناء قابس متر 66 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و36 دقيقة و89 سنتيمتر على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و32 دقيقة. ميناء جرجيس 78 دقيقة و45 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و49 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة. في الختام شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.